هذا الأسد اسمه سلطان، وهذا مدرب الأسد في السيرك اسمه محمد الحلو، أشهر مدرب سيرك في مصر. خلوني أعلمكم شلون مات محمد الحلو. محمد هذا الذي شفتوه في الصورة أخذ هذا الأسد وهو صغير ورباه ودربه وتعب عليه، وصار يتنقل من سيرك إلى سيرك يستعرض فيه. سماه سلطان. مرة من المرات انتهى الاستعراض والجمهور حاضر، فمحمد استقبل الجمهور يحييه والجمهور يصفق له. الأسد سلطان صابت نوع من التنمر، حالة تنمر وهيجان، هجم على محمد الذي دربه ودخل مخالبه في كتفه، ثم عض بأنيابه وشال قطعة لحم كبيرة من كتفه. انقلوا محمد إلى المستشفى وظل أيام إلى أن توفي محمد. محمد قبل ما يموت كان يوصي الحاضرين عياله ومسؤولين السيرك، يقول لهم لا تقتلون سلطان، خلوه حي وأنا مسامحة على الذي سواه. مسؤول السيرك قرر بأن سلطان ما ينفع للاستعراض، صار وجوده يشكل خطر، فعزل سلطان. لكن لاحظوا على أن هذا الأسد سلطان أصيب باكتئاب شديد جدا، لا يأكل لا يشرب لا يتحرك. جابوا له لبؤة دخلوها عليه، ما أثرت فيه اللبؤة شيء إطلاقا. الشيء الوحيد الذي كان يسويه هذا الأسد كان يعض في جسمه، خصوصا في يده الذي دخل مخالبها في كتف محمد وقتله، وظل يعض في جسمه إلى أن مات الأسد. الذي أبي أقوله من هذه القصة، أقول يا ليت بعض البشر يصير مثل هذا الأسد، يصير عنده ضمير، يأن بضميره لما يؤدي لشخص ويسيء إلى شخص، يجي له يوم من الأيام ويعتذر يقول له سامحني، يقول له أنا غلطت عليك. لا، بعض البشر ما عنده ضمير أبدا، يظل متمسك على رأيه ولا كأنما أساء أو اعتدى على شخص أبداً.